مساء الخير على الجميع. نعرف أنه المنافسة وصلت لمراحلها اللي هي في نصف النهائي، الكل يبغى يوصل للنهائي. نعرف أنها تكون مباراة صعبة، هنواجه منافس قوي، وأيضا يعني يشهد له ذلك أنه أقصى النصر، يعني اللي هو يعتبر نادي قوي. أيضا نعرف الإمكانية اللي يملكها نادي العين، وحنلعب بإمكانياتنا اللي دائما ما ورينا أنه نقدر نتفوق على كل الخصوم، وأنه هدفنا بالنسبة لمباراة الغد هو الانتصار والعودة يعني للمباراة الثانية بانتصار من هنا. تقريبا نفس الكلام اللي قاله المدرب، عندنا فكرة واضحة عن مباراة الغد، نعرف الخصم اللي حنواجهه بكرة، حنحاول ندخل بأفضل طريقة ممكنة. الأيام اللي مضت كانت تطبيقيا مايلة أنها تكون العمل الاسترجاعي، نعرف وش ننتظر من منافسنا بكرة، في نفس الوقت نعرف وش لازم نسويه عشان نطلع بانتصار من هنا، والفكرة الرئيسية هي أنه نقدر نتأهل عن طريق المباراتين لمباراة النهائية. صحيح، أولا من جدة المباريات، نخوض مباريات كل يومين كل ثالث يوم، وأيضا صحيح اللي قلت أنه ناصر من ضمن الغائبين في المباراة المقبلة. نعرف أنه خوضنا أو ننافس على جميع البطولات تعرضنا لمستوى معين يكون في حد، يعني يكون قريب جدا أنه ما بين يعني الإرهاق الزائد والإصابة، أيضا فهو في حد يفصل بينهم وإحنا قريبين منه، وعارفين أنه الشيء هذا هو ضريبة النجاح، هو لازم يعني نخوض في الاتجاه هذا إذا نبغى ننجح. كل الفرق الكبيرة دائما ما توصل لمراحل تكون في الحد هذا اللي هو حتنافس في كل البطولات، حتلعب كل المباريات، وإحنا واعيين بالشيء هذا، فلذلك أغلب تماريننا فيها دائما الهدف الاسترجاعي للاعبين. إن كنا نبغى ننجح ونخوض المنافسة في كل الاتجاهات ففي ضريبة لازم ندفعها، إحنا نعرف ونعي واخترنا هذا الاتجاه، لأنه إحنا فريق ما يشارك بس لنا ينافس على بطولة واحدة، لا، إحنا عندنا بطولة، بطولتين، ثلاثة في الطريق، فلذلك نعرف إنه في حد معين حتكون معرض فيه إلى يعني إنك توشك إنه حتى أوقات تجيك الإصابة حتى. الشيء مدروس عندنا، لكن المخاطرة كمان تعتبر مدروسة إذا نبغى نوصل لأهدافنا. صحيح، من وقت انضمام مالكم للفريق صحيح لعب في مراكز متنوعة عكس النادي السابق اللي كان يمثل اللي هو نادي زينت، كان يميل أكثر أنه يلعب في الأجنحة وبمرات أقل يعني على مركز المهاجم الثاني. هو لاعب يقدر يلعب في مراكز متعددة وين ما يحتاج الفريق، ومدربه هو قادر على أنه يعطي في المركز المطلوب منه. هو لاعب صحيح زي ما قلتي، لاعب ذكي، لاعب تكتيكيا عالي، فالشيء هذا يساعد أي مدرب، وإحنا سعداء أنه نملك لاعب زي مواصفات مالكم. إحنا في البداية ما عملنا أنه نلعب لكي ندخل يعني أو نوصل لنا نكسر رقم قياسي، هي أتت بنتيجة العمل المتواصل اليومي. إحنا كفريق وكنادي كبير نعمل للفوز، والهلال أيضا دائما أهدافه كانت أنه يقدر ينتصر في كل المباريات اللي يخوضها، فالهدف الرئيسي اللي كان الانتصار في المباريات أصبح مباراة بمباراة، أعطى المجموعة الثقة، فتفكيرنا كان دائما المباراة المقبلة هي المباراة الأهم، والاتجاه هذا اللي ساعد على أنه انتصار يجلب الانتصار اللي بعده وازدادت الثقة في المجموعة، لكن بهدف دائما بالمباراة المقبلة هي اللي تكون دائما الأهم بالنسبة لنا، وبدأت السلسلة ويعني الآن إلى الآن يعني لن تنتهي بعدها. إحنا في البداية مع مثل ما قلت أنه اليوم أصبح الهلال حديث العالم، أيضا أصبح يعني في سلسلة لم تنتهي بعد، أدخلت يعني لموسوعة جينيس للانتصارات المتتالية اللي أتت بدون ما كانت يعني مخطط لها يعني في البداية، لكن زي ما قال روبن نيفز أيضا لم تكن أهداف يعني بالنسبة لنا كأهداف، لأنه أهدافنا هي تحقيق البطولات، فالتركيز كله كان في أنه قد ما نقدر نفوز أكثر، قد ما نوصل ونقرب لتحقيق الأهداف بالنسبة لنا، مثل الهدف المهم بالنسبة لنا البطولة الآسيوية، البطولة الدوري المحلي أيضا،
السوبر وحققناه يعني للتو. أيضا متبقي لنا من ضمن الأهداف في الموسم هذا اللي هي بطولة كأس الملك. فنملك مجموعة عالية الإمكانيات، مجموعة يعني نقدر نسميها بطلة. فبالنسبة لنا العمل اليومي زائد تواجد الإمكانيات في المجموعة هي اللي أخذتنا لمستوى آخر مختلف نتكلم عنه اليوم، اللي هو السلسلة الانتصارات هذه اللي إلى الآن يعني مستمرة. فتفكيرنا ما زال مباراة بمباراة، المباراة المقبلة هي دائما الأهم بالنسبة لنا، ونحضر بالطريقة هذه لكل مباراة مقبلة زي مباراة بكرة. هي أكيد نبغى نوصل للنهائي، نبغى ننافس على تحقيق البطولة الآسيوية، فأيضا هدفنا يكون الانتصار فيها يعني واجب في الحالة هذه. صحيح هي جزئية مهمة جدا، والكثير يعني يبدأ يتباحث ويبحث عن إيش أفضل الطرق أنه تقدر تساعد الفريق يكون دائما في جاهزية ومتفادي الإصابات، ودائما يعني عامل الجانب اللي هو الاسترجاعي أو الاستشفائي بطريقة أنه تكون الأنسب. فلها عوامل عدة زي ما قلتي، أيضا اللي هي عوامل المساعدة مثل المنهج الخاص بالتمارين والمنهج الاستشفائي، أيضا من ضمنها يدخل عمل المساعدين الفنيين والعيادة الطبية من ناحية المعالجين الطبيين يعني بتعدد يعني مهامهم. لكن الهدف الأكبر يكون دائما أسرع وأفضل طريقة استشفاء ممكنة لتخلي الفريق واللاعبين جاهزين للمباراة المقبلة. إن لاحظتوا يعني في الوقت هذا من الموسم، في الأسبوع الماضي لعبنا مباراتين بنسق عالي جدا في نصف النهائي ونهائي كأس السوبر ضد الاتحاد والنصر، أثبتنا وقدرنا نوري أن الجوانب البدنية عند فريقنا إلى نهاية المباراة كانت تفوق بمراحل منافسينا، واللي دائما ساعدت على أنه تخلي الفوارق تبان في المباريات. الجانب البدني مهم جدا، واللي دائما كان يساعدنا كثير في أنه حتى يحسم المباريات بالنسبة لنا.